تستقل الكتب التي تؤرخ لمسار الرياضة الجزائرية بالصالون الدولي للكتاب في طبعته 24. مع ذلك تنفرد بعض الإصدارات بالوقوف على إنجازات رياضيين تركوا بصماتهم في سجل الرياضة الجزائرية. نبدأ الكتاب هذا باش نحكي حياته الرياضية، ما نقولش حياته الشخصية، ما عنديش لا بريتونسيون، لكن حاولت نكتب حياته الرياضية ونحطوه في متناول الجميع باش الناس يقراوها. ما درناش سعر كبير، درنا سعر بسيط باش الناس يقراوها. هذا هو الهدف تاعنا، المبتغى تاعنا. كاين بزاف الناس اللي ما يعرفوش الالماس، وعنده قريب نص قرن يحبس كرة القدم، عنده قريب 44 سنة اللي اعتزل، لكن كي تذكر اسم الالماس الناس مازال يتفكروا بأن الالماس هذا لعب، اللي شافوه يعرفوه، اللي ما شافوش اللعب ما يعرفوش شكون. إن شاء الله يقراو باش تكون عندهم نظرة على شكون هذا اللاعب. يجب على الشبيبة أن تتشبع بمبادئ الرياضيين، هذا هو هدفنا. نحن لا نسعى إلى النشر فقط، لكن لدينا نوع من المبادئ الأخلاقية. لا يجب أن ننسى أن هؤلاء الأشخاص تركوا أثراً في الرياضة الجزائرية والتاريخ الجزائري. الرواج الذي عرفته بعض المؤلفات الرياضية في سيلة لهذا العام حفز أصحابها لمواصلة تدوين مشوار الرياضيين وبطولاتهم في الذاكرة الرياضية. عندي أسبوع برك اتفقت مع لاعب ثاني، درك ماهوش يلعب، لي من اكبر اللاعبين اللي تاني خرجوا في الكره الجزائريه، عطاني الموافقه تاعو. جيل بين الجيل تاع الالماس والجيل تاع محرز هو جا في وسطه. رغم ندرة الكتاب الرياضي في رفوف سيلة 2019، إلا أنه يبقى مرجعاً لكل من يريد إشباع فضوله لمعرفة صناع المجد الرياضي الوطني في مختلف الاختصاصات.